صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم بديع الهادف بن حارب بن مغير الخيلي مقدم لنا هذا الشعار. الدور دور المركز الثالث أصبح من نصيب الدانة لراشد بن سعيد بالغافرية ثلاثي، مقدم لنا الدانة على المركز الثالث. والمركز الرابع تتقدم لمحة لعلي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري، أيضا مقدم لنا لمحة على المركز الرابع. بينما المركز الخامس الشاهنية لناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي مقدم لنا هذا الشعار مع الشاهنية. المركز السادس من الجنب الثاني هناك الوصول في هذه اللحظات من شعارات ابناء القبائل. والمركز السادس تتقدم في هذه اللحظات على مقدمة هذا الشوط وتحتل المركز السادس اللي هي هملولة لسعيد بن علي بن محمد بن شبيان العامري، أيضا مع هملولة على المركز السادس. والمركز الثامن أصبح من نصيب سرابة لسعيد بن محمد بن مرخان لشتبي، أيضا مقدم لنا سرابة على المركز الثامن. والمركز التاسع أصبح من نصيب الدائمة لمحمد بن عبيد بن علي بن زرب العامري، محتلة المركز الثامن في هذه اللحظات. هكذا حملنا الكريم للمركز الثامن، بينما الدور دور المركز التاسع أصبح من نصيب المركز التاسع. سأشوف المركز التاسع، حفلنا الكريم تتدخل في هذه اللحظات على المركز التاسع من الجنب الثاني. الوصول في هذه اللحظات من أسود لمنصور بن سيف بن راجد بن سالمين برحمة، أيضا مقدم لنا أسود على المركز التاسع، غيرت الآن وانطلقت على المركز الثامن. بينما المركز العاشر أصبح من نصيب مياس الحمد بن محمد بن سعيد العفاري. هكذا حبلنا الكريم كان النداء الأول إلى العشرة المراكز الأولى المتقدمة. دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط من حاف، ما زالت هي من تتربع على عرش القيادة، هي مأخذ زمام الأمور لمحمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصور يقود لنا من حاف على المركز الأول. بينما الدور دور المركز الثاني أصبح من نصيب هملولة لسعيد بن علي بن محمد العامري، ايضا مقدم لنا هملولة على المركز الثاني. بينما الدور دور المركز الثالث اصبح من نصيب المركز الثالث بديعة لهادف بن حارب بن مغير الخيلي، ايضا مقدم لنا بديعة الذي ايضا تحتل المركز الرابع. بينما الوصول على المركز الخامس او المركز الرابع، المركز الرابع اصبح من نصيب شانية لناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي، مقدم لنا شانية على المركز الرابع. والمركز الخامس من الجنب الثاني اصبح من نصيب حبلنا الكريم اللي هي لمحة لعلي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري، ايضا مقدم لنا لمحة على المركز الخامس. والمركز السادس من تحمى رقم ستة اللي هي الدائمة لمحمد بن عبيد بن علي بن زرب العامري، ايضا مقدم لنا الدائمة على المركز السادس. والمركز السابع تتقدم أسود لمنصور بن سيف بن رايد بن سالمين برحمة، أيضا مقدم لنا أسود اللي غيرت الآن واحتلت المركز السابع. الله 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 الله، وصلوا هالطلايب، وصلوا شعارات أبناء القبائل وشواط الطفح في صباح هذا اليوم للثنايا البكار المحليات الأصايل. هنا اللي غيرت الآن اللي دشت عليه الآن وتحتل اللي هي أسود منصور بن سيبر بن سالمين برحمة، أيضا مقدم لنا أسود تتغير من مركز إلى مركز حتى سيطرت على المركز الثالث. أنتقل مباشرة حبلنا الكريم اللي غيرت الآن واحتلت المركز الرابع، أصبح من نصيب بديعة لهادي بن حارب المغير الخيالي، أيضا مع بديعة غيرت الآن على المركز الخامس. والمركز السادس أصبح من نصيب الدائم المبارك بن عبيد بن علي بن زرب العامري. المركز الثامن أو السابع من الجنب الثاني، الزينة 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 لسيب الراشد بالغويس السويدي، يا سلام، أول إذاعة وأول نداء إلى الزينة اللي غيرت الآن واحتلت المركز الرابع. بينما المركز السابع نتراجع على المركز السابع، نذيل حواتكم اللي هي مياسة الحمد بن محمد بن سعيد العفاري، أيضا مقدم لنا مياسة وسلالة مياس غنية عن التعريف.
المركز الثامن حبلنا الكريم أصبح من نصيب العزرة لسعيد بن محمد بن حمد العامري مقدم لنا العزرة، ولكن أرى هنا شعار جديد بدأ يشكل الخطورة النهائية مع سرابة خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، ما شاء الله مقدم لنا سرابة على المركز التاسع، وأختم النداء بعاشر المراكز اللي هي مصيحة محمد بن حمد بن راشد بن سعيد المري. هكذا حبلنا الكريم كان النداء الثاني إلى العشر المراكز الأولى المتقدمة، دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام لنعود مع الصدارة من حاف ما شاء الله منذ انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات وهي ماخذة زمام الأمور، متصدرة قائمة هذا الشوط ومسيطرة وتحتل المركز الأول، بينما تعود ملكية من حاف لمحمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصور غني عن التعريف، بينما الدور دور المركز الثاني. المركز الثاني أصبح من نصيب أسود المنصور بسيب الرائد بن سالمين بن رحمة، أيضا مقدم لنا أسود على المركز الثالث والثاني عفوا، والمركز الثالث أصبح من نصيب الزينة بسيب الراشد الغويس السويدي، أيضا احتلت المركز الثالث. والمركز الرابع مياس الحمد بن محمد بن سعيد العفاري، ولكن أشوف المركز الخامس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الخامس بدأت أيضا تتسلل من موقع الى موقع، اللي هي ابداع 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 يا سلام، اول اذاعه واول نداء الابداع لسلطان بن مطر بن مرخان الاشتبي، ايضا مقدم لنا ابداع غيرت الان واحتلت المركز الرابع، بينما الدور دور المركز الخامس اصبح من نصيب مياس الحمد بن محمد بن سعيد العفاري، الدور دور المركز السادس المركز السادس اللي سراب لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي غيرت الآن واحتلت المركز السادس، يا سلام ستة من الابكار المحليات الثنايا الطفح انفصلا عن بقية المراكز غادرا عن بقية المراكز، ولكن بن حاف الله يا سلام يا سلام، بن حاف قائدة هذا الشوط منذ بداية هذا الشوط حتى هذه اللحظات وهي على زمام الأمور، مسيطرة كل السيطرة تتربع من عرش القيادة ومن عمق الميدان محمد بن مهير بن سعيد بن دري بن دري المنصوري، وهالي السمحة يطالبونك بسلام يا بن دري يا المنصوري، دايم دايم معودهم هذا الشعار بخطر الفوز والناموس ومعودنهم بالسلامات، من حاف هذا الاسم الغالي دايما يحمل سباقات الهجن العربية الاصيلة، اسم من حاف يا ما صال ويا ما جال في عالم سباقات الهجن العربية الاصيلة، سلام يا السمحة سلام سلام يا السمحة سلام، ما شاء الله السير وتنهي جولة هذا الشوط راس بدون اي اوامر، تذكر تهانينا لمحمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري على فوز بن حاف وحصولها على السيارة، سلام سلام عليكم يا هالي السمحة، واسعد الله صباحكم هذا بكل خير، وهذه لحظة وصول من حاف حيها وحي هذا الشعار. المركز الثاني حبلنا الكريم كان من نصيب سعود المنصور بسيب رايد بن سالمين برحمه، المركز الثالث كان من نصيب ابداع لسلطان بن مطر بن مرخان اشتبي، والمركز الرابع ايضا المركز الرابع كان الوصول من الزينة لسعيد بن رايد الغويص السويدي، والمركز الخامس المركز الخامس اللي مياس الحمد بن محمد بن سعيد العفاري. هكذا حبلنا الكريم كان انطلاقة هذا الشوط، ولكن استطاعت من حاف ان تقتضي الفوز والناموس، قاطعت المسافة 9 دقائق 12 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا لمحمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري الذي قادت هذا الشوط، بينما الوصول على المركز الثاني حبلنا الكريم كان من نصيب اسود المنصور بن سعيد بن سالمين برحمة، قاطعت المسافة في 9 دقائق 4 ثانية 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. احتلت المركز الثالث حبلنا الكريم اللي هي ابداع لسلطان بن مطر بن مرخان لشتبي، قاطعة المسافة ابداع 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 ابداع، بنشوف التوقيت الزمني 9 دقائق 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا الى الجميع، الف مبروك والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين، ومنه دائما ودوما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح، تحية